يا بنات الفقر بلا ساعديني ودي يمدح من تعلى سمعتها سارها اللي كاملة عقل وزيني مع فخامة عمرها طول رقبتها أثنى فيها من الوصف الثمين يا الذهب في نطقها في ضايقتها والمحاجر ناعسة يلا تعيني يا عنا كل البني من فبركتها دايم سرى لمن نفس تهيني من تجي قدام سارة شربكتها كاملة في كل وقت وكل حين كل من تملك مهارة دمرتها تحمل خفرات بالجنب المتيني الطويلة لو تجي مطاولتها الطويلة لو تجي مطاولتها داينا ما هي لمن نفس مديني القصيرة بالمهارة عذبتها اسمها خلد على طول السنين بصمة صالة طالب عنه يعيني كل يمنى كف ابو مطر علتها وانبغي تتعرف من هي معيني ربعها اليبس ومصر ماركتها دايم البطرك الحصن الحصيني والثلاثة المعجزات مميزتها يا بنات الفقر بلا ساعديني ودي يمدح من تعلى سمعتها سارها اللي كاملة عقل وزيني مع فخامة عمرها طول رقبتها أثنى فيها من الوصف الثمين يا الذهب في نطقها في ضايقتها والمحاجر ناعسة يلا تعيني يا على كل البني من فبركتها دايم سرى لمن نفس تهيني من تجي قدام سارة شربكتها كاملة في كل وقت وكل حين كل من تملك مهارة دمرتها طاولتها داينا ما هي لمن نفس مديني القصيرة بالمهارة عذبتها اسمها خلد على طول السنين بصمة تبقى لها في ذاكرتها بنت مطر كاملة دنيا وديني والمجالس ما جلس في زاويتها راعي الوقفات والعقل الرزيني والمراجل قسم ماطر شاكلتها صادق طالب عنه يعني